الأرض أرضنا والوطن وطننا هذو جبالنا جبال الجزائر هذو جبالنا جبال الجزائر الأرض أرضنا والوطن وطننا الأرض أرضنا والوطن وطننا هذو جبالنا جبال الجزائر غني قاسما في النازلات الماحقات والدماء حاجة السلام عليكم. وش يمثل لك هذا اليوم؟ وش يمثل لي 17 أكتوبر؟ ايه. أنا وحدة قلت لك جيت عام الأول عندي 26 شهيد، أنا بنت شهيد وجدي شهيد وأبي شهيد الله يرحم مليون ونص الشهداء وجينا هادو المساكين اللي طيشوهم 17 اكتوبر هنايا هذه الجرائم اللي عملت فرنسا وقصت هناك الناس ودمرت وفي الجزائر مليون ونص شهيد دمرت وقتلت واغتصبت وسرقت وهذا الشيء كل اللي تشوفوا فيه اللي بناه هذا منين بناته من الجزائر اذا احنا رانا هنا راه استعمرتنا 131 سنه احنا رانا بينا بولادنا سي لا 5 جينيراسيون ici هذه لا 5 جينيراسيون لهنا كيما استعمرتنا فرنسا كيما تخلص واش دمرت ودارت وقتلت انا بابا كي قتلته خلاني مولات 6 شهور الله يرحم مليون ونص شهداء واذا كان عطانا ربي الحياه كل عام نجيو لهنا وفرنسا باذن الله لازم تستعرف بالشيء اللي عملت الجرائم اللي دارت وتحيا الجزائر الله يرحم الشهداء وتحيا الجزائر وتحيا الجزائر والله يرحم الشهداء هارون الرشيد وتحيا الجزائر تحيا الجزائر تتكلم العربية ها الله يبارك ربي يحفظك ان شاء الله فيف لالجيري فيف لالجيري تحيا الجزائر تحيا الجزائر